أبرغ أنا. والتوفيق إن شاء الله تعود عليهم بالصحة والعافية لشخصهم الكريم وأسرتهم وأولادهم. المراكز بكافة مراكزهم وأقدمياتهم وركبهم، يحيي السيد مدير الأمن، رفع النسوة الأمنية، الإشراف العام على سير العمل، يؤيد السيد العميد. ونبغوا مزيد من العطاء ومزيد من الداخلين بتقديم السيد اللي هو مصطفى، وهذا حقيقه وجه خير علينا. نكرم المخلصين ونكرم الاوفياء. نحن بارك الله فيكم لحضوركم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حتى في نسمع في جهودها ونسمع في عملها اللي نحن اراه لا يسعنا الا ان نشد على يديكم من كافه الرتب. كما اهني مدير عام شحات الترقيه والسيد مدير العام الغني عن التعريف. المنطقه اللي هم فعلا ممنونين من العمل اللي شافوه خلال هذه الفتره، فنحن نشد على ايدي السياده اللواء مصطفى ابو الاسود. فلا دوله بدون امن، ونحن الامن شفناه في 1/7. فالمديريه نجاحها ليس بيوم راحه بل بجنودها. قومي هم الاساس، فالشكر لك لجميع الناس. اليوم نجتمع في مديرية أمن شحات كافة الأقسام والمراكز، كافة الضباط وضباط الصف والموظفين والأفراد بمديرية أمن شحات لتكريم السيد اللواء مصطفى حسن الأسود على تقلده رتبة لواء. فهذا التكريم يستحق برفع مستوى مديرية أمن شحات في فترة بسيطة ما ارتفعت المستوى الأمني وقضاء الجريمة بإنشاء أقسام ووحدات كانت لها أثر طيب وكانت يرضى عليها الجميع. بحضور كافة الأعيان المنطقة اليوم في تأييد السيد مصطفى وتتويجه على هذه الترقية، وبارك الله في الجميع، جزاكم الله كل خير. المقدم عبد العليم مبروك بدر رئيس مركز شرطة غرناطة والناطق الرسمي بمديرية أمن شحات.